وهذه ثمرة أيضا عظيمة من ثمار الذكر، أنه يعين على الطاعات ويلين العبادة. كل ما أكثرت من ذكر الله كان ذلك سببا لنيل العبادة ويسرها عليك. فهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجهد في حمل الشرائع، يعني يجد جهدا ومشقة في القيام بالأعمال والعبادات وفرائض الإسلام، إن شرائع الإسلام كثرت علي فأوصني. هذا الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن شرائع الإسلام كثرت عليه، ماذا كان يريد؟ هل كان يريد أن يخفف عنه الأعمال، أو يريد شيئا يعينه وييسر له الأعمال؟ أي الأمرين؟ هل كان يريد لما قال إنها كثرت علي، أي أن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام خلاص أنت تترك بعض الصلوات وتترك مثلا بعض رمضان، هل كان يريد هذا الرجل بهذا بسؤاله؟ هل كان يريد أن تخفف عنه الأعمال بأن يحذف جزء منها؟ الجواب لا، يريد شيء يلين له الأعمال ويسرها عليه، فأرشده إلى كثرة الذكر. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، بمعنى أنك إذا اكثرت من الذكر لانت الصلاة عليك، ولانت الصيام، ولانت جميع الأعمال، أعمال البر. فالذكر سبحان الله من فوائد العظيمة أنه يلين الطاعة ويسهلها. بعض الناس الطاعة والعبادة ثقيلة عليه، إذا نودي على الصلاة إلى الصلاة يقوم ولكن يحس بثقل، يحس بثقل. وانظر في هذا المقام ثقل الصلاة على المنافقين، وقد وصفهم الله بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة ثقيلة عليهم، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ثقيلة جدا ولا يقوم لها إلا بشدة.